العالم بلا استثناء أقاموا الحرب العالمية الأولى والثانية، وقبل ذلك أسقطوا المملكة الرومانية، شتتوا الغرب إلى دويلات أيها الإخوة الأخوات، شتتوا الغرب، شتتوا شمل الغرب، والغرب اللي كان متدين بالمسيحية خلوه يبعد كل البعد عن المسيحية، وهم الذين أقاموا يعني الثورة العلمانية في فرنسا، وشتتوا شمل إنجلترا وفرنسا وإيطاليا إلى يومنا هذا أيها الإخوة الأخوات. سيطروا على القرار السياسي والإعلامي، سواء المرئي أو المسموع أو المقروء، أمر عجيب يا أخوانا. تيودور هرتزل صنع كتيب يسمى الدولة القديمة، يسمى العودة إلى الأرض المقدسة، كتيب صغير جدا يا أخوانا، ده اللي كتبه تيودور هرتزل. هو كتب عدة مسرحيات فاشلة، وكتب عدة روايات فاشلة، لم يكتب إلا هذا الكتاب الوحيد، اسمه يعني الكتاب الوحيد الذي عرف به، كتيب صغير جدا بيتكلم عن لابد ان احنا نجمع اليهود في دولة خاصة بهم، بدل ما هم يعني اعداد ثانوية في اوروبا هنا او هناك، لابد ان يكون هناك وطن قومي لليهود، يبقى لنا دولة، حاجة خاصة بينا بمعنى صح، الدولة اليهودية. كتاب كان اسمه الدولة اليهودية. تيودور هرتزل ده يا اخوانا كما قلت لحضراتكم ولد في النمسا سنة طيب أنا قبل ما أتكلم عن قصة حياة تيودور هرتزل يا أخوانا، إيه السر إن أنا النهاردة ليه ما اتكلمتش عن فكر الصهيونية أيها الإخوة الأخوات وكيف سيطروا على العالم؟ أنا اتكلمت النهاردة، عاوز أتكلم النهاردة عن مؤسس الصهيونية يا أخوانا، عشان نشوف فرد واحد، شيطان واحد، نبتة شيطانية واحدة صنعت كما ترون أيها الأخوة، صنع جماعة أو مجموعة سيطرت على العالم، على الأمم المتحدة وعلى القرار الأمريكي وعلى القرار الأوروبي، حتى أمريكا الشمالية باستثناء دولة أو دولتين أيها الإخوة الأخوات، تصوروا حتى القرارات العربية، سيطر الصهيونية هذه تسيطر على القرارات العربية، ولا تستطيع أي دولة أن تتحرك بدون إذن هذه الصهيونية أيها الإخوة الأخوات. مشكلة كبيرة، عشان كده عاوزين نتكلم على الشخص ده يا إخوانا، كونها إزاي، عملها إزاي، الفكرة تبررت عنده إزاي. ليه يا اخوانا؟ ليه بتكلم على الشخص ده بالذات تيودور هرتزل؟ ايه السر؟ لان يا اخوانا عشان تدمر اي قوة شيطانية، عشان تنتصر على الصهاينة، اعرف فكر الصهاينة، اعرف فكر الراجل اللي صنعهم، عملهم ازاي، وازاي المجموعة دي تضرب، كيف تضرب. لذلك ايها الاخوة، تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية، اخي المشاهد، ليس من الممكن أن تهزم عدوك دون أن تعلم كيف يفكر وكيف يصل إلى أهدافه. لذا سنقدم نموذج صغير، هو تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية الحديثة ومجمع اليهود حول هذه الفكرة الصهيونية. ولد هرتزل في مدينة بوست التي اتحدت مع بودا في عام 1872 لتكون عاصمة هنغارية المجر بودابست، وقد أطلق عليه والد اسمه بنيامين زيف، هو اسمه الحقيقي بنيامين زيف، وقد كانت عائلته من الطبقة المتوسطة، هو عاش مرحلتين، الطبقة المتوسطة بعد كده لما سافروا، أقول لكم دلوقتي، أصبحوا من أهم أغنياء الأغنياء بمعنى صح، وقد كانت عائلته من الطبقة المتوسطة التي اتخذت من العادات والتقاليد الإصلاحية اليهودية نمطا لحياتها، كما كانت عائلته من وسط أوروبا من أصل سفاردي من ناحية والده، وكان جده لأبيه أرثوذكسيا بمعنى الكلمة، وعندما توفي الجد كان هرتزل في 19 من عمره. وليه وقفة مع الجد؟ الجد ده كان متعصب جدا يا أخوانا، وشوفوا يا أخوانا لما يكون والد الأب اللي هو الجد عنده فكرة الإسلام، عنده الفكرة الصحيحة للإسلام، ينشئ ابن الابن على المبادئ الصحيحة السليمة وعلى العقيدة الصحيحة والفكر الصحيح، بعكس زماننا الجد أحيانا يعني يقول للولد أنا عاوزك تبقى ممثل، الزمن ده زمن الممثلين، عشان توصل يبقى ممثل، الممثل ده نجم وكوكب وكذا وكذا وكذا، أو تبقى مغني، الدولة دي ما بتحبش إلا المغنيين والراقصين والراقصات، فأنا عاوزك يا ابني تطلع يا إما مغني يا إما ممثل يا إما راقص،
يا إما لعب على بيانو أو آلة، المهم تطلع حاجة من الحاجات دي كلها. في المجموعة اللي قبضوا عليها بتوع اللي هم عبدة الشياطين، أمه بتقول للضابط، بتقول له أنت جاي تقبض على ابني ليه؟ ده ابني ما بيخشش المسجد، شوف وصلنا لحد فين؟ تقول له ده أنا ربيت ابني إنه ما يخشش المسجد أبدا، ولا يمسك المصحف في إيديه، ولا يعرف المسجد، ولا يمشي مع أي حد من بتوع المسجد. أنا ابني بوديه الكذا الحتة الفلانية بيتعلم فيها الأرج، وجايب له الأرج أهوت، وابني ملوش دعوة، ملوش دعوة بالدين وبالإسلام، أنت جاي تقبض على ابني ليه؟ قال لها اصل ابنك بيعبد الشيطان. قالت له انت مالك، ما بيعبد الشيطان ده، ما كويس انه بيعبد الشيطان، من عاوزاه يعبد الشيطان. شوف وصلنا لمرحله يا اخواننا نخوف فيها الناس ان يلتزموا بشرع الله. وصلنا لمرحله بيحارب الشباب المتدين في المساجد، ويحارب في المصلحه الحكوميه التي يعمل بها. وصلنا لهذه المرحله. شوف الجد ده بيربي ابنه على ايه؟ شوف اليهودي ده بيربي الولد من الصغر على التعصب لليهوديه، على أن اليهودية دين ودولة، وحرام علينا أن نقول أن الإسلام دين ودولة، حلال للصهاينة حرام على المسلمين. وكل من يحمل هذه الفكرة يحارب بشتى الطرق، بشتى الطرق وبضربات لا وادة فيها أيها الإخوة والأخوات. يحبس الأسد منا ويطلق أسد الفجار، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكان جده متعصب ومات والولد عنده 19 سنة. وقد أثر الجد في حياة حفيده تأثيرا غير مباشر. في 8 من عمره سجل والده عضوا في جمعية يهودية، وكان من عدد ده اللي احنا بنسميها التعميد، أي ولد يهودي عند 18 سنة بيعمدوه على طول. شوف حرصهم يا اخواننا على التمسك بالدين مع أنه فاسد.